تتابع مهرجانات بيت الدين فعالياتها الموسيقية، حيث أحيت العازفة والفنانة دالين جبور أمسية موسيقية قدمت خلالها مجموعة من الأغاني العربية والكلاسيكية. المهرجان كان عودة كتير مهمة بعد سنتين توقف، بس بفتكر الحياة أقوى، لازم نرجع، ورأينا أنه منرجع صحيح برنامج مقتضب مميز بس مجاني. أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية بلبنان، وقدمنا ثلاث أعمال مختلفة لجميع الأنواع المحبي الموسيقى، وثلاث معارض قيمة جدا. بقى العودة حلوة، والأصل كان ناطرنا ونحن مبسوطين رجعنا له. أرفع اليوم حبينا نعمل خلطة إذا بدك من التراث، لأنه العالم صارت متعطشة، يعني بدها تسمع موسيقى بشكل كثير هيك حماسي. فلما هيك بلشنا نتنفس، أول شيء فكرت العالم فيه هي الموسيقى، وهذا شيء كثير حلو، لأنه الموسيقى بتشيل يعني هالضغط يلي كان راكب على كتاف العالم صار له سنتين ثلاثة. ونحن كمان علينا أنه نقدم شيء حلو لحتى لي كمان نكون عم تحسن ظنهم. يعني Thank you.